السلام عليكم ورحمة الله. فارماكولوجي هو العلم الذي يدرس مجموعة substances اللي تتفاعل مع living system. هذه substances ممكن أنه تكون hormones, neurotransmitters, growth factor أو إلى آخره من المواد. الدراج هو substance تسبب changing بالbiological system. هذا change ناتج من الكيميكال اكشن اوف دراج. الدراج سايز ممكن انه يكون من 100 الى 1000 ملي جرام. كيميائية الدراجز، دراجز ممكن انه يكون امينو اسيد او يكون سيمبل امين، ممكن انه يكون اورجانيك اسيد، كحول او استر او الى اخره من المواد الكيميائية. رياكتيفيتي، الدراج يحتاج الى ريسبتر خاص به داخل الجسم الكائن الحي. حتى يرتبط الدراج مع الريسبتر يحتاج الى آسرة. هذه الآسرة ممكن انه تكون نون كونفالنت بوند، آسرة غير تساهمية، وهي المفضلة للارتباط لانها اواصر ضعيفة سهلة التحطم. هذه الاواصر ممكن تكون هيدروجين بوند، ايونيك بوند، فاندرفالز بوند. الريسبتر هو عبارة عن سيلز أو أورغانز تتفاعل مع الدرج حتى تنطي الإفكت أوف درج. يعني الدرج يحتاج للارتباط مع الريسبتر حتى ينطي الإفكت مالته. الدرج شيب، الدرج شيب مهم جدا لارتباطه مع الريسبتر. كل درج له ريسبتر خاص به يتطابق معه في الشكل. هناك جزء يسمى الاكتيف سايت موجود على الريسبتر، هذا الاكتيف سايت يتطابق بالشكل مع شكل الدرج. اغلب العلاجات تكون سترو ايزومير اللي هي شيرل انتوميرز، بمعنى انها ايزوميرات غير متناظرة في الشكل. الدرج حتى يرتبط مع الريسبتر يحتاج الى مجموعة عوامل اللي هي appropriate size، حجم مناسب، electrical charge، شحنة، و shape و atomic composition. حتى يرتبط الدرج مع الريسبتر مثل ما وضحنا سابقا هناك مجموعة من الأواصر. الكوفالنت اللي هي الأواصر التساهمية وتكون قوية جدا وغير مفضلة لارتباط الدرج مع الريسبتر. الالكتروستاتيك وهي الأكثر شيوعا أو استخداما، والهيدروفوبيك وهي أواصر ضعيفة تكون أكثر استخداما في العلاجات اللي تكون هاي ليبيد كونتينت حتى يسهل دخولها وذوبانها خلال السيل ممبرين، لأنه السيل ممبرين أيضا هاي ليبيد كونتنت. دراج بودي انتراكشن، تفاعل الجسم مع الدراج يمر بمرحلتين. المرحله الاولى اللي هي الفارماكوكاينتكس اللي نعرفها ب اكشن اوف ذا بودي اون ذا دراج، يعني ما يفعله الجسم او ما يؤثر به الجسم على الدراج، وهي اربعه مراحل: ابزوربس امتصاص الدواء، distribution توزيع الدواء من منطقة الادمنستريشن الى منطقة الافكت، الميتابولايز اللي هي العمليات التي يجريها الجسم على الدواء، والاكستريشن طرح الدواء خارج الجسم، بمختصر ADME. المرحلة الثانية وهي الفارماكوداينامكس اللي هي ميكانيزم اكشن او ميكانيزم وورك اوف دراج. ميكانيزم اكشن اوف دراج او الفارماكوداينامكس، حتى الدراج ينطي تاثيره على الجسم عن طريق ثلاث طرق، اما عن طريق السيل ممبرين او من خلال الميتابوليك بروسيس داخل الخلية أو خارج الخلية. هذه الطرق اللي من خلالها
الدراج ينطي التأثير مالته على جسم الكائن الحي. أول طريق on the cell membrane. A specific receptor. عندنا نوعين من الريسبترات الأجونست والأنتي أجونست. راح يجي الدراج يرتبط مع هذه الريسبترات وينطي التأثير مالته اللي هي مثل الأدينو أدرينو ريسبتر، هستامين ريسبتر، والأسيتول كولاين ريسبتر. Interact with selective channel. هناك channel خاصة موجودة في السيل ممبرين مثل الكالسيوم channel. هاي channel وظيفتها تسمح بمرور الكالسيوم داخل الخلية. يجي هذا الدرج يرتبط مع الكالسيوم channel ويمنع من دخول الكالسيوم داخل الخلية. C inhibition of membrane bound enzyme. اكو مجموعة انزيمات موجودة بالسيل ممبرين. يجي الدرج يرتبط مع هذه الانزيمات ويوقفها عن عملها. عندنا مثال مثل الـ ATPase راح ترتبط بالكارديك جلايكوسايد. هذه العلاجات مجموعة العلاجات القلبية راح ترتبط مع هذا الانزيم وتثبطه وتوقفه عن عمله. والمجموعة الثانية او المثال الثاني اللي هو membrane bound bumps. اكو bumps خاصة موجودة بالممبرين. هذه البمز الوظيفة مالتها هي تمتص الامينز وتدخلها الى داخل الخلية. تجي هذه العلاجات TCA ترتبط مع هذه البمز وتوقف عملها. physiochemical interaction اللي هو مثل الجنرال واللوكال انستيتيك مثل الكحول اللي يكون تأثيرها مباشر على الليبيد او البروتينات او الواتر كونستيونتس اوف نيرف سيل ممبرين. الطريق الثاني حتى الدراج ينطي الافكت مالته داخل جسم الكائن الحي هو من خلال الميتابوليك بروسيس within the cell، العمليات اللي تتم داخل الخلية. A enzyme inhibition. اكو مجموعة انزيمات موجودة داخل الخلية راح يجي الدراج يرتبط بيها ويسوي لها inhibition مثل انزيمات المونو انزيم اوكسيديز يرتبط بيها او يثبطه الفينالزين. الانهبيشن اوف ترانسبورت بروسيس، عمليات البروسيس اللي تتم عمليات الترانسبورتيشن النقل مال الايونات اللي تتم داخل الخلية راح ايضا تجي مجموعة دراجز ترتبط بيها وتوقفها. incorporation into a large molecules. بعض الدراجز راح ترتبط مع جزيئة اكبر وتوقفها عن العمل مثل الفايف فلورويراسيل راح يرتبط مع جزيئة الماسنجر RNA بمكان اليوراسيل. يعني يجي هذا الدرج يرتبط مع الماسنجر RNA بمكان اليوراسيل. دي altering metabolic process. يعني الدرج راح يدخل الى داخل الخلية ويغير او يحور من عملية الميتابوليك اللي تتم داخلها. مثال على هذا الانتي مايكروبيال ايجنت مضادات البكتيريا مثل البنسلين. البنسلين عندما يدخل داخل الخلية البكتيرية راح يثبط او يحور او يتداخل مع آلية البكتيريا لصنع السيل وول مالتها، وبالتالي راح يؤدي الى موت الخلية البكتيرية. يعني هذا الدرج راح يدخل داخل البكتيريا يسوي altering للبكتيريال سيل وول فورميشن. outside the cell تأثير الدرج او الميكانيزم مالته تكون خارج الخلية. اما direct chemical interactions مثل الانتي اسيد علاجات المضادة للحموضة اللي يكون تأثيرها مباشر بالاستومك، او الاوزموسيس الامتصاص التناضحي مثل اللاكزاتيف علاجات اللاكزاتيف مثال عليها المغنيسيوم سولفيت، والديوريتكس المدررات مثل المانيتول. الريسبتر بيولوجيكال موليكيول جزيئة حيوية اللي من خلالها او من خلالها يرتبط الدرج حتى ينطي الفعالية مالته. الريسبتر
يحتوي على مكان أو جزء خاص يسمى الأكتيف سايت. مثل ما وضحنا، هذا الأكتيف سايت يكون مسؤول عن ارتباط الدرج مع الريسبتور.